حياتكم هذه حياة وسخة والله العظيم وسخة وسخة وعبيد. يعني ربنا أعزكم أعزنا الله أعزنا 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 فاهمك. ويجي البني آدم المتخلف يزين نفسه لقوانين خارجة عن النفس. نعم أبو كده أيوة أيوة لا 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 أنا أقول لكم من دحين نفسي نفسي. فهو يجي يقول لك أمتي. طيب خلاص أمتك أنت أولى بيها. هذه ما هي أمتي أنت فاهمني أنت أنت أنت, انت حقك هذه أمتك أنت أولى بيها. هذه ما هي أمتي بس أنا لا نحسب عليكم فاهمك. ما نحسب على الناس ولا على البيت ولا على البطرميت ولا يفرق معي. أنت عارف إن شاء الله أكون جاية من صرصار. أنا أحمد الله إن هو اختارني هو نزل فيا أنت فاهم. نفسه نفس هذا اللي بيدخلني روح الله فاهم كيف. فأسكتوا خلاص أسكتوا. عندكم ما عجبكم شكلي أنتوا تبوا أشكال يلا حبيبي الفترينات شغالة بلاستيك شغالة بلاستيك. شوف المزورة اللي تعجبك واختارها طويلة عريضة مطيزة مبقعة اللي انت عايز. يقول لك بقرة صفراء فاقعة لونها تسر الناظرين. خلاص بقرة صفراء فاقعة لونها تسر الناظرين خلاص هي دي هي دي. انا البقرة انا البقرة. شوفوا عاد اشتبه انا بقرة انا البقرة. يا رسول الله والله العظيم شوف انا اجيلك من ستنا فاطمة. شوف انت ايش قلت لا تألوني في فاطمة بجاه ستنا فاطمة عندك يا سيدي محمد يا رسول الله. خل بيدي ايش دعوة. شوف بنتك من اللوعتك هذه عاد سبتها للزمن حقيقة يعني الحمد لله الحمد لله. عاد تعال شيل عني تعال شيل عني بجاه الله بجاه الله لا اله الا الله. لو انا اخذ منه حاجة وهو قاعد يقول انه الحاجة دي عندي يجي ياخدها. انا هنا قاعدة ما ماني شاردة من احد يجي ياخدها تمام. واذا هو يفتكر اني عنده حاجة انا ابغاها يا حرام هو عايش وهم من الاوهام الفظيعة. ها طيب الحمد لله خلاص كده تمام تمام. واللي يعرف ابويا يروح يقول له اسمه مسعود حسن الدباغ يروح يقول له يروح يقول له كده يقعد يقول له كل اللي مو عاجبه فيا خلاص تمام كده. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد ايوه. اصرف عبادك عني اصرفهم اصرف هذول البشر اصرف كل الناس. شوف انا ما حتخير من احد اصرفهم اصرفهم
وبعدين يا أخي يجي يقول لك يعني شوف السماحة، يجي يقول لك إن الله لا ينظر إلى صوركم. تخيل يعني هو أصلا بجاه الله، يعني أنتوا كيف كده التجبر هذا اللي أنتوا فيه؟ لا ما شفت، لا أبدا ما شفت. ترى كلنا عند البلوغ، بعد البلوغ كلنا بنتساوى، ها؟ ما ينفع كده تتعاملوا مع الواحد انه لساعه بيرضع، لانه كيف لما كان بيرضع ما حفظتوا الامانة فيه كمان؟ يعني عندكم وجه مرتين تيجوا تتكلموا معايا؟ اولا ما صنتوا الامانة، ايش طيعمان يعني؟ كنا صغار وكبرنا ودحين نقول لا حبيبي انت ظلمتني وفي حق ولازم ايش اقول انك انت عملت فيا كده، تمام؟ خلاص انا سكت واخذت بوجتي وشرد، دحين انا ماني شاردة من احد، انا قاعدة هنا، انا قاعدة هو ده انا قاعدة في هذه الكنبة قدام هذه الحلويات في هذا السقف، وانتهى موضوعي، وربنا ساتر علي وانا حستر على نفسي، وانتهى موضوعي، لانه انتوا اغبياء، ماني قادرة عليكم.